معاناة شديدة بالنسبة لنا لما نأخذ الراتب، بدك تروح على مصرف أو على دكانة أو على سوبر ماركت عشان يأخذ نسبة الفرقية، نسبة الصرف، وفي نفس الوقت طبيعة المصاري ذايبة تالفة، تركب مع السواق بعمل لك مشكلة، بتروح تشتم البيع الخضرة بعمل لك مشكلة، وأساسا الفلوس كلها مش موجودة، الأساس فلوس كلها ذايبة كلها منتهية يعني تالفة. حد اقصى حطونا اياه لو تقدر تسحبه بقول لك 2000 شيكل. 2000 شيكل في ظل الحرب اللي احنا فيه بتسويش حاجه، 2000 شيكل في الحرب اللي احنا في الظل اللي احنا فيه هذه، 2000 شيكل عباره عن 2 شيكل مش 20 شيكل، 2 شيكل. لما بدك تشتري حاجه لاولادك اقل حاجه يعني زي السكر وصل الكيلو عندنا 70، حتى لو الحين موجود مثلا رخيص برضه هي يعني بصعوبه لما تاخذ 2000 شيكل وبسهوله من يصرفهم خلال نص ساعه. ما الله ابو مازن. طب هذه وهذه كمان